ثلاثة قتلى في هجوم مسلح تعرضت له إحدى البوابات الأمنية بحوض مرزوق. الانتربول يضع محمود الورفلي على قائمة المطلوبين دوليا. انعقاد المؤتمر الليبي التركي للتنمية والاستثمار في اسطنبول التركية. نشرة الثالثة من ليبيا بانوراما، مرحبا بكم. قتل عسكريان وجرح آخر إثر هجوم مسلح السبت تعرضت له إحدى البوابات بحوض مرزوق على الطريق الرابطة بين بلدة البدير ومدينة سبها جنوب البلاد. الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات حوض مرزوق العقيد هاشم حماد لليبيا بانوراما أكد مقتل شخص من المهاجمين والقبض على ثلاثة آخرين، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة في الحادثة لمعرفة من يقف وراء الحادثة. وينضم إلينا عبر الهاتف المكتب الإعلامي لغرفة عمليات حوض مرزوق العقيد هاشم حماد، مرحبا بك حضرة العقيد هاشم، وحدثنا من يقف وراء الحادثة. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكركم إذاعة ليبيا بانوراما على تواصلكم معنا. نحن غرفة العمليات الأمنية المشتركة في منطقة حوض مرزوق لإيصال أصواتنا إلى أهلنا في مناطق حوض مرزوق أولا، وإلى كل الليبيين في الداخل والخارج لتوضيح أهدافنا ومواقفنا وروانا وأعمالنا ونشاطنا. ثانيا، بالأمس الساعة 9 مساء تعرضت بوابة مفترق البدير زويل الأقرون إلى إطلاق النار من أحد الخارجين على القانون، مما أدى إلى وفاة عدد اثنين وجرح آخر، وهم عسكريين تابعين لحرس المنشآت النفطية، وهم من منطقة حميرة، وهم أحد مكوني غرفة عمليات حوض مرزوق. نعم سيد هاشم، نعم. يعني سألتك بشكل مباشر من يقف وراء الحادثة؟ والله لا أعلم، أنهم خارجين على القانون، هدفهم زادعة الأمن بمناطق حوض مرزوق، وعلى ما أعتقد أنهم بدون أي توجهات وبدون أي دوافع، إلا أنهم قصدهم خلق بلبلة ومناطق توتر في الجنوب، وهي حقيقة هي ردة فعل على أعمال بوابة، لأن بوابة السدرة سيطرت على مناطق التهريب، على خطوط التهريب ما بين القطون وسبها وأم الأرانب ومرزوق. طيب ما الذي أسفرت إليه التحقيقات؟ والله التحقيقات ما زالت جارية، نحن تم مطاردتهم وتم القبض على اثنين منهم، وما زال المطاردة جارية لحد الآن والتحقيقات جارية، وإن شاء الله سوف نوفيكم بالمستجدات في حين إن شاء الله. نعم، إذن المكتب الإعلامي لغرفة عمليات حوض مرزوق العقيد هاشم حماد كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وهذا وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط السبت حالة القوة القاهرة على حقل الفيل الذي تشغله شركة مليتا للنفط والغاز وإخلائه من العاملين، وذلك بعد تفاقم الوضع الأمني. رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلا أكد أن سلامة وأمن العاملين تمثل الأولوية بالنسبة للمؤسسة وتعد أهم من إنتاج النفط، طالبا الجهات التي تشرف على جهاز حرس المنشآت النفطية بأن تجد حلا سريعا لتصرفات بعض الأفراد وضرورة إعادة تنظيم الجهاز ليكون جهازا فاعلا في حماية المنشآت النفطية. بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة مع النائب بالمجلس الرئاسي عبد السلام كجمان ملف الجنوب والمصالحة الوطنية. وأكد سلامة خلال اللقاء الذي عقد بطرابلس عزمه القيام بزيارة إلى الجنوب للوقوف على الأوضاع، إضافة إلى التواصل مع الأعيان والمسؤولين بمختلف القطاعات لحلحلة المختنقات التي تعيق سير العمل. كما تناول اللقاء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور لإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.
وضعت الشرطة الدولية الانتربول الجمعة القيادي البارز بالقوة الخاصة لمحمود الوفلي في القائمة الحمراء وعلى لائحة المطلوبين، موضحة عبر موقعها الرسمي أن المذكرة صدرت في حق الوفلي لارتكابه جرائم حرب في مدينة بنغازي وانتهاكه لقوانين حقوق الإنسان الدولية، إضافة إلى أنه مطلوب في 7 قضايا متعلقة بالقتل. يأتي ذلك بعد مطالبة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا تسليم الورفلي فورا إلى المحكمة الدولية لاتهامه في حوادث قتل فيها 33 شخصا. من جهتها أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها الجمعة أن انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت خلال العام الماضي ومطلع هذا العام من قبل قوات تابعة للحكومات المتنافسة في البلاد، إلى جانب رصد مخالفات أخرى لقضايا مختلفة. تفاصيل أوفى في نص التقرير التالي. تمر السنوات سريعا ويتثاقل معها سجل انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، متضمنا ملفات النزاع المسلح وعمليات القتل خارج القانون، فضلا عن قضايا أخرى هي أبرز ما تناولته منظمة العفو الدولية في تقريرها 2017-2018. المنظمة قالت إن القوات المنتسبة إلى الحكومات المتنافسة ارتكبت مخالفات جسيمة للقانون الدولي وهي بمنأى عن العقاب، مضيفة أن جميع أطراف الصراع شنت هجمات بلا تمييز في مناطق آهلة بالسكان ما أدى إلى وقوع وفيات بين المدنيين. التقرير تحدث عن حصار مدينة درنة الذي أدى إلى تدهور الوضع الإنساني، إضافة إلى القصف الجوي الذي سقط على إثره عشرات المدنيين معظمهم من النساء والأطفال. عمليات القتل التي ارتكبها قائد المحاور بالقوات الخاصة محمود الورفلي في بنغازي لم يغفل عنها التقرير، مشيرا إلى وقوع جرائم حرب وقتل للأسرى رغم صدور مذكرة قبض في حقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية. كما عرجت المنظمة على ملف النازحين، حيث رصدت أن زهاء 40,000 من سكان تورغا ما زالوا خارج ديارهم، لافتة إلى تعرضهم للتهديد وهم في طريقهم للعودة إلى مدينتهم. هذه الانتهاكات التي سجلتها المنظمة تزداد حدة مع تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب التي أكسبت مرتكبي هذه المخالفات جرأة وأتاحت لهم ارتكاب جرائمهم دون خوف من محاسبة أو عقاب، مما يجعل آفاق إقامة القانون في ليبيا بعيدة التحقيق. عقدت السبت في مدينة اسطنبول التركية فعاليات المؤتمر الليبي التركي للتنمية والاستثمار بحضور وزراء في حكومة الوفاق الوطني وعدد من المسؤولين الأتراك، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والصناعة لزيادة فرص التنمية والاستثمار بين البلدين. المشاركون في المؤتمر أكدوا أن البلاد بحاجة إلى إعادة إعمار وأنه بإمكان تركيا المساهمة بذلك من خلال عودة الشركات التركية إلى ليبيا استكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة والتي تبلغ قيمة ما يقارب 20 مليار دولار. من جانبه قال وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة في كلمة له خلال المؤتمر أن مستوى العلاقات السياسية بين ليبيا وتركيا سيتيح الفرصة أمام الشركات التركية للمساهمة في تنفيذ المزيد من المشاريع في البلاد، مؤكدا أن الليبيين يقدرون جهود تركيا الرامية إلى إقامة دولة ديمقراطية وتحقيق الاستقرار والتنمية والمصالحة الوطنية. اتفق حزب العدالة والبناء الليبي مع حزب العدالة والتنمية التركي على تكليف منسق للعلاقات بين الحزبين، كما بحث وفد يرأسه المدير التنفيذي للعدالة والبناء صلاح المسماري مع أعضاء مكتب العدالة والتنمية في تركيا فتح المجال للتعاون والاطلاع على تجربة الحزب التركي والاستفادة من خبراته وممارساته الناجحة على كافة الصعد، خاصة ما يتعلق بتطوير العمل بدوائر الحزب وكوادره. عقد
عقد السبت بطرابلس الملتقى التأسيسي للتيار الوطني الذي يسعى إلى ضم كيانات سياسية ومكونات اجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الأفراد. ومن الأهداف الرئيسة للتيار الإسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية والاستفتاء على الدستور والتحول إلى مرحلة بناء الدولة. أفراد وفيها الجماعات وفيها الكيانات سياسية وفيها أيضا مؤسسات مجتمعية وفيها جهات أخرى تانية تمثل الشباب وتمثل المرأة وأيضا مجموعات أخرى تمثل بعض المناطق في بلدنا بما فيها الجنوب ومجموعات أخرى تمثل الجانب اللي له علاقة بعمل المصالح الوطنية والجانب تاعها والهيئة تاعها. أهدافنا الانتقالية ما يتعلق بالتسريع موضوع الاستفتاء على الدستور أو طرح الاستفتاء وتنفيذ باقي الاستحقاقات تاع المرحلة بما فيها الانتخابات المجالس البلدية والانتخابات التشريعية والرئاسية أيضا، وأن نبوها تنتهي بسرعة المرحلة، لأن مستحيل حل مشاكل الناس ومعاناة الناس وإحنا قاعدين نشتغل في المرحلة الانتقالية. إحنا محتاجين إلى الانتقال إلى مرحلة الدولة ما بعد الدستور وتكوين الدولة المحترمة اللي يحكمها الدستور والقانون وتنتهي المشاكل هذه ونبدأ في تنفيذ مشروع وطني. أكد عدد من أعضاء مجلس النواب ومن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خلال لقاء لهم في تونس احترام أحكام القضاء الليبي بمختلف درجاته والحث على إصدار قانون الاستفتاء، مشددين في بيانهم الختامي على ضرورة تكثيف الجهود المحلية والدولية لإنجاح المسار السياسي للوصول إلى سلطة تنفيذية واحدة في أسرع وقت ممكن. كما أكد البيان على استمرار التواصل والتعاون بين الهيئة ومجلس النواب لدعم العملية الدستورية والخروج بالبلاد من المرحلة الانتقالية ليسود مبدأ التداول السلمي على السلطة وفق أحكام الدستور. وقع وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني لطفي المغربي الجمعة مع نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن جولد بنيويورك على مذكرة تفاهم مشترك لحماية الممتلكات الثقافية والأثرية الليبية. وقال المغربي أثناء مراسم التوقيع أن المذكرة سيسري العمل بها مدة 5 سنوات قادمة بعد عمل شاق استغرق أكثر من عام لإنجازها. من جانبه اعتبر الوزير الأمريكي الاتفاق المبرم دليلا على التزام بلاده لحماية التراث الثقافي الليبي على نطاق أوسع وتقديم الدعم الكامل لحكومة الوفاق الوطني. متابعة لتحقيق نتائج ملموسة لزيارة السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع شهر ديسمبر الماضي، يسعدني في هذا اليوم التوقيع على مذكرة التفاهم التاريخية والتي ستكون سارية المفعول لمدة 5 سنوات قادمة لحماية الممتلكات الثقافية لدولة ليبيا. أعلن ديوان المحاسبة الليبي في بيان له أن السلطات الليبية كسبت منازعة ضد شركتي إنشاءات برازيليتين بعد رفض مطالبتهما بمنحهما تعويضات بقيمة 96 مليون دولار نتيجة توقف مشروعاتهما في ليبيا. يشار إلى أن ديوان المحاسبة قد أوقف إجراءات صرف التعويض للشركتين. مشاهدينا، نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. وزارة التعليم تطالب بتشكيل لجان للتحقيق في مخالفات التعنيف المدرسي. هي ليبيا وهي اللي حبيت وهي بلاد القلب مهما ريت، هي ليبيا كل الحبايب فيها أهلي وجيراني هي البيت.
مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. أقيمت بالعاصمة طرابلس السبت احتفالية تكريم طلبة مشروع إفادة المتحصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه الذي ينظمها البرنامج الليبي للإدماج والتنمية. شارك في هذه الاحتفالية عدد من الشخصيات العامة والرسمية وأهالي الخريجين. يشار إلى أن هذا البرنامج يسهم في إدماج الشباب المسلح في المجتمع وحثهم على ترك السلاح والتوجه إلى بناء الوطن. من الدولة ومن النائب العام، أعتقد أن هذا التكريم هو أتى في محله ولو تأخر قليلا. هذه كوكبة من الشباب الخريجين المتحصلين على شهادة العليا في الماجستير والدكتوراه، هم شبابنا وعلينا الحقيقة الاهتمام بهم وإعادة دمجهم في مؤسسات الدولة. نحن عندنا من أكبر مشاريعنا اللي هو مشروع ما نسميه الإدماج الاقتصادي، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأغلب الشباب المسجلين عندنا كانت رغبتهم 43% أن يندمجوا من خلال المشاريع الصغيرة. الآن لدينا تواصل مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى مع بعض المؤسسات الدولية لإطلاق بعض المشاريع الصغيرة لما يسمى ريادي الأعمال. طالب وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام بحكومة الوفاق عاد الجمعة الخميس مراقبي التعليم بضرورة تنفيذ قرار وزير التعليم المتعلق بقواعد تهذيب سلوك الطلاب بالمؤسسات التعليمية. وأكد جمعة في مراسلة وجهها إلى مراقبات التعليم بالبلديات على تشكيل لجان تحقيق في كل المخالفات المتعلقة بالقرار وإحالة نتائج التحقيق إلى الوزارة للمتابعة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال كل منها. أثار مقطع فيديو مسرب يوثق سلوك معلم في إحدى قاعات التدريس بمدينة سبها جدلا حادا على مواقع التواصل الاجتماعي. ويكشف المقطع عن فصل جديد من فصول ضرب التلاميذ في غرف التدريس. وأكد نشطاء أن هذه المدرسة في مدينة سبها وليست الوحيدة التي تمارس فيها هذه الأفعال، إلا أن الصدفة هنا أن كاميرا وثقت الحادثة، وبعد الضجة التي أحدثها الفيديو قرر مكتب شؤون التربية والتعليم سبها فصل المعلم نهائيا من العمل في قطاع التعليم لمحاولة وضع حد لهذه الظاهرة وفق روايات الأهالي والطلبة. اختتمت الخميس الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول بجميع المؤسسات التعليمية ببلدية وادي البونيس، والتي تقدم لها نحو 2319 طالبا وطالبة حسب إحصائيات قسم الامتحانات بمراقبة تعليم البونيس. وبهذه المناسبة أقامت مدرسة الاستقلال الإعدادية بسمنو حفل تكريم لعدد من الشخصيات والجهات التي تعاونت مع إدارة المدرسة في سبيل إنجاح العملية التعليمية. نتقدم بالجزية والشكر والعرفان إلى أعضاء التدريس والمعلمات الفاضلات على كل ما يبذلوه في سبيل إنجاح والرقيب العملية التعليمية إلى الأمام بنهاية هذا الفصل على مجهوداتهم المبذولة رغم قلة الإمكانيات والظروف. كما نظمت الجمعية الليبية لمتلازمة داون البونيس رحلة ترفيهية لأطفال الجمعية، وذلك بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الأول. تنوعت فقرات اليوم الترفيهي بين الألعاب والمسابقات الذهنية والفكرية. الرحلة تأتي في إطار تطبيق الخطة السنوية للجمعية، والتي تهدف إلى التخلص من الطاقة السلبية لدى الأطفال ورسم الفرحة والبهجة على وجوههم. بناء على اتفاقية الشراكة الموقعة بين بلدية بوسليم وبلدية بن دبية، وصل فريق لجنة الأزمة الصحية طرابلس إلى منطقة الفجيج في زيارة تفقدية للمراكز الصحية للبدء في تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين الجانبين. نتابع. مرحب مراحب يا ضيوفنا. ضمن برنامج التوأم الموقع بين بلدية بوسليم وبلدية بن تبية، وصل إلى مستشفى الفجيج القروي فريق معالجة الأزمة الصحية طرابلس. التقى الفريق من خلالها بعميد البلدية ومدير مكتب الصحة وبعض من أعيان المنطقة في جلسة تشاورية لوضع الترتيبات اللازمة للبدء في تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين الجانبين.
وطبعا نحن كمحلة نحاول طبعا ندلل كل الصعاب لهذا الفريق الطبي، ونشكرهم على مجيئهم رغم الصعاب رغم الظروف الصعبة، طبعا نحييهم ونشد على أيديهم. الهدف من الزيارة هو مباشرة العمل الفعلي لإجراء الفحوصات الطبية واستقبال الحالات المرضية من خلال 4 مراكز صحية ببلدية بنت بية، ليشمل ذلك أيضا تدريب الكوادر الطبية بهذه المراكز والرفع من مستوى التوعية الصحية لدى قسم الأطفال والنساء والولادة والأسعاف والطوارئ. طبعا هذا الفريق جاء بنا على هذه الاتفاقيه، تمت بين البلدتين وتم حيتم في شقين، حيكون له خطه عمل في جانبين، جانب علاجي وجانب تدريبي. وعلى هامش الزياره قام الوفد بجوله تفقديه بمستشفى الفجيج القروي، اطلع من خلالها على حجم الامكانيات المتوفره بالمركز. الحاجات المستهدفه اللي هي توعيه الناس بالأساس، اللي هي الأمراض مثلاً اللي تحتاج لتحويل. لقناة ليبيا بانوراما، عبد السلام العربي، لفجيج، بلدية بنت بيح. نهاية النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير لأبرز عناوينها. 3 قتلى في هجوم مسلح تعرضت له إحدى البوابات الأمنية بحوض مرزوق. الانتربول يضع محمود الورفلي على قائمة المطلوبين دوليا. انعقاد المؤتمر الليبي التركي للتنمية والاستثمار في اسطنبول التركية. تحية لكم مشاهدينا، وإلى لقاء جديد بالمزيد.